إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله منها وإياكم. جواز الاختصار على الفاتحة. وحن لك قبل أبينا كتاب كني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاختصار بنانتا أي بنانتا هاي إن لغو قابصده على الفاتحة، سورة الفاتحة إن لغو قراءة لغو قابصده. حين حالي مريني ركني أفراد صلاة ركني أكواد، وحين نري القيام قف وين صلاة دي ستاقة دو أوده وينو نيية، كدبنا وينو تكبيرة الإحرام كلي مدى الله أكبر صلاة كحدا، وينو فاتحة آخرية. مركز سنة النبي وحكم ده صلى الله عليه وسلم إنو صورة رأيه حالة بينو كسو شاكين هدو صورة رأيه ويا كورم واتنبال كورم جواز بنانان أي بنانتا جواز الاختصار إنو كسو قاب صدقفكو أما الدبر هن نقضى من هن نقضى إنو صلاة ده كو قاب صدا على الفاتحة سورة فاتحة أقرأ اللي هو رغني ولا قتني ماي شيخ وحده وكان وحوها معاد سحاب جم معاد إنه جبل له هذا يصلي مدلة كذا مع رسول الله رسولك لجيرك سأيلته كن شر صلى الله عليه وسلم العشاء صلاة العشاء أيو رسولك لته كن شر معاد من الجبل رضي الله عنه عشيه الآخرة دنبه صلاة عشاء دنبه ومعاد من جل رسولك اللي تكون شريه صلى الله عليه وسلم. ثم دبدا أن مركو صلاة عشاء رسولك اللي تكدو يرجع ولا بنجري معاد من الجبل وفيصلي وحو تكون شريه بأصحابه صحابة يعني أصحاب تيسة ربني سلامة معاد من الجبل صحابة وويني دي ربني سلامة أيها قرآن كان وحفدي. ثم يرجع ولا بنجر فيصلي وحو تكون شريه بأصحابه فاميلي سي امرركي قويسكي سي ددكي اي صاحب كا هاين ربني سلامه اي مغال ميشي دغناين مساجد غار كا كلها ايو انتو كلابتو بو صلاهي عشاء تكون جري اسغو رسول كلا سو تكدي او امام بوها امام ايوها او فرجع و صلابتي ذات ليله هبين هبين ذا كمده أيوم عاد من الجبل صلابت وفصلى وحو تكيي بهم قوم كيسيبو تكيي فصلى وتكيي بهم صحا يعني صحابتي ربني سلامة أي ميل ودا دقنايين بيرا لبي هاينو حافدو دي ومساج كودي كتكيي وصلى وحالتو كدي فتن ويلير ويل بالتو كدي ومن قومه ربني سلامة وصلى وحالته كذي فتن ويلو من قومه ويل خير كودا بالته كذي أم من بني سلمة ريب بني سلمة واكو يقال ويل كان له وحال ورنشري سليم سليم بالرنشري أما سليم وأيو موطب دي شيخ أما سليم أما سليم لبدا ميد بالرنشري كيلو طب ديابا. فلما مركي طال فلما مركي طال اي كود يراتي قرادي معاد من الجبل على الفتى ويلكي لسوت كذي معاد من الجبل رضوان الله عليهم اجمعين با انصرف وكقدومي سلادي معاد من الجبل وتكناي سلادي معاد من الجبل تكناي بوكقدومي وكدي من حسمي فصلى واتكدي ويلكيرا في ناحية المسجد مساجد كميل كميدا قيب كميدا لنعا ماشي جماعة معادو كنتو كنا أي ميل كير لحسن أي قارو كنتو كدي انصرف واكد دومي جماعة بكبح معاد من الجبل وتكنا أي فصلى وكنتو كدي في ناحية المسجد قيب مساجد كميدا
oo halkii jamaacadu ay ku tukanaysay ka leexsan buu ku tukaday radi allahu canhu. Wakharaja, markuu salaadiisii dhammaystayna waa baxay. Waakhada, wuxuu qabsaday bikhidaami baciirihi, awrkiisa ayuu faruur xidhkiisii ama gadhkiisii qabsaday oo wandalaqa waa iska tegey. Wakharaja, masaajkii buu ka baxay. Wakhada, wuxuu qabsaday bikhidaami baciirihi, awrkiisa xadhiggii uu ku hogaaminayay. Inta badan faruurtay ka xidhi jireen khidaamka, kaas baa loo jeeday wakhada bikhidaami baciiri. Wandalaqa, awrkiisii buu hogaansadayo wuu iska baxay. Falamaa, markii sallaa, uu salaadii dhammeeyey uu tukaday, mucaadu, mucaad bnu jabal, markuu salaadii dhammeeyey, liimaamkii jamaacadu haree bani salama, baa dukira, loo sheegay daalika arrinkaa lahu, mucaad baa loo sheegay. Falamaa sallaa mucaad, mucaad markuu jamaacadii dhammeeyey ee uu tukaday, baa dukira, loo sheegay daalika wixii dhacay, baa lahu mucaad loo sheegay ridwaanullahi calayhim. Faqaala, marka mucaad baa wuxuu yidhi radiallahu canhu, inna haadaa, kaas wiilkaa yaree salaada ka baxay, bihi waxaa ku sugan lanifaaqun, nifaaq baa ku sugan waliyaadu billah, inna haadaa bihi lanifaaqun, ninkan waxaa ku kalifay inuu salaadii jamaacada ka baxo oo muuminiinta jamaacadoodii uu ka tago, nifaaq baa ku sugan. Nifaaquna waa camal intii uu nebigu soo hijrooday ee uu madiine yimi soo baxayo, dad waxaa jira intay islaamnimada sheegtaan uurka gaala. Marka wuxuu yidhi, ninkan masaajkii nagula tukanaya ee haddana salaadii ka gedistay ee ayna khilaafay, nifaaq, munaafiqnimo, xanuunkii uurka gaalnimada ahaa baa ku sugan buu yidhi, isagoo ijtihaadaya, way ula muuqatay. Wuxuu yidhi marka Mucaad bnu Jabal radiallahu canhu, la ukhbiranna, waanu warrami, waanu warrami, laamka daawnta laamul qasam baad ka dhigi kartaa, wallaahi waanu sheegiyo, waanu sheegi rasuulallaahi, rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam, biladiikii baanu sheegiyo sanaca uu sameeyey. Ninkani wuxuu sameeyey inuu jamaacadii ka goostay oo gaar u tukaday oo muslimiintii uu khilaafay baanu sheegi, alladii biladiikii oo sanaca uu sameeyey. Waqaala alfataa, wiilkii yaraana waa loo sheegay. Waqaala alfataa, wiilkii baa wuxuu yidhi, waana aniguna wallaahi, la ukhbiranna, wallaahi waanu warrami, waanu warrami rasuulallaahi, rasuulka ilaahay, biladiikii baanu warrami sanaca uu Mucaad nagu sameeyey, ayaana noo warrami buuri. Faqadow, way kallaheen labadoodiba calaa rasuuliillaahi, rasuulkii ilaahay bay ku kallaheen sala allahu alayh wasalam. Marka Mucaadna wuu kallahay, wiilkiina wuu kallahay, saxaabadii kalena way kallaheen, wuu jamaacu ka cabiray oo maaratay musanna kama cabirin, way kallaheen. Calaa rasuuliillaahi baa lagu kallahay sala allahu alayh wasalama, si xogtii loo kala qaato, ilaa masale naazila ah oo fiqi u baahan, keebaa khaldan, ma imaamka mise ma'muumka, iyo wixii dhacay si rasuulka looga xog sugo oo looga jawaab dalbo baa lagu kallahay ridwaanullahi calayhim wa sala allahu calaa muxamed wala muxamed. Fa akhbara, wuu warramay hu rasuulkii Mucaadu, Mucaado imaamkii reer bani salama, saxaabadii ajilladii haydna ka mid ahayd, ayaa u warramay biladii kiibuu uga warramay rasuulka sanaca uu sameeyey alfataa, wiilkii yara. Oo faqaalisna wuxuu yidhi, nebigu labada dhinacba u dhegeysanaya, qofka muuminka waxaa laga rabaa hadday laba qof usoo dacwoodaan inaanu ku degdegin dhinac qurayntu dhegeysto, bal ambiyadii baa lagu canaantay. Nabiyullaahi daawuud ayaa lagu maratay lagu canaantayo labadii malag markii ay mixraabka ka soo boodeen, ay yidhaahdeen waxaanu nahay laba khasam oo doodaya. Oo maxay ku doodeen? Mid baa wuxuu yidhi, ninkani wuxuu leeyahay 99 neef oo adhiya, ana neef qulo adhiyaan leeyahay, wacazanii fi lkhidaab, warkiina way igaga xoog batayo. Wuxuu yidhi, neefkayga iigu dar 99 si 100 u helo. Marka nabiyullaahi daawuud markiiba isagoon kii kala dhegeysan 99 lahaa baa uu ka jawaabo, wuxuu yidhi, in badan oo kuwa maxaan ku dhaha wax isku darsadaa, qaarba qaar bay dulmiyaan, kuwa maartay wanaagsanee saalixiinta mooyaane. Kadib buu ogaaday nabiyullaahi daawuud in la imtixaamay, fatood inuu ku degdegay. Marka bal u fiirso, faqaal alfataa, wiilkii buu nebigu dhegeystay sala allahu alayh wasalam, yaa rasuullah, rasuulkii ilaahay buu yudiilu wuu dheeraynayaa Mucaad bnu Jabal almaktha, inuu kula nagaado cindaka agtaada, oo habeenkii cishahoo dhan buu adiga kula soo jooga, salaadi cishaa uu kula soo tukadaa, uma dabadeedna yarjicu wuu soo laabanayaayo, fayudiilu wuu nagu dheeraynayaa, calaynaa annagana salaadii buu nagu dheeraynayaa, markuu adiga salaad dheer kula soo tukaday
buu annagana salaad dheer oo qur-aanku doono uu ku akhriyo ayuu nagu tukinayaa. Riwaayadka qaar annaguna beeraley baanu nahay, maalin oo dhan maartay tabcaan baanu nahay. Faqaala rasuulku wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam, afataanun, miyaad tahay mid fidnaynaya anta adiga ya mucaadu mucaadow, dadka diinta miyaad ka fidnaynaysaa? Buu rasuulku ku yihi sallallahu alayhi wasallam, afataanun anta, adigu ma waxaad tahay mid dadka ka fidnaynaya? Yaa mucaad mucaadow, diinta miyaad ka fidnaynaysaa? Ay can diinihim. Oo waqaala wuxuu ku yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam lilfataa, haa, wiilkii buu imtixaamay bal salaadiisa iyo aqoonta uu diinta u leeyahay. Waqaala lilfataa, wuxuu ku yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam wiilkii yahay Sulaym, kayfa, sideebaa tasnacu, aad samaysaanta ya ibna akhi, wiilkii walaalkay dhalayow, salaada sideebaad u tukataa? Racyada ninka daaciga xil baa ka saaran. Nebigu umur oo dhan buu doonayaa inuu tafaqudo wixii uu hagaajin karo. Idaa waqtigii sallaytaa tukato, saad wuxuu u tukataa? Bal ii waran. Qaala, wuxuu yidhi wiilkii yaraa radiallahu canhu, aqra, waan akhriyaa, bifaatixati alkitaabi, anigu salaada faatixada kitaabka ayaan ku akhriyaa. Faatixati alkitaab waa suuratu lfaatixa, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, alraxmaan alraxiim. Umu lkitaab baa la yidhaha, faatixatu lkitaab baa la yidhaahdaa. Waxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa sabca almathaani maaragtay ayaa la yidhaahdaa. Waxay leedahay magacyo aada u fara badan, dhowr iyo toban labaatan rag baa ku dhaweeyey maaragtay magaceeda. Xaafid ibnu kathiir baa muqadamada tafsiirkiisu maaragtay kaga warrama, oo axaadiis baanu keena. Iqra akhri, qaala, wuxuu dhi aqra, waan akhriyaa, bifaatixati kitaabka, tii lagu furfurtay ayaan akhriyaa. Waa umul kitaab, waa umul qur'aan weeye, waa sabca almathaani. Waasalu, waan weydiistaa allaha alle, aljannata, jannada ayaan weydiistaa. Jannada adoo salaada ku jiro taagan, iyo adoo rukucsan, iyo adoo sujuudsan, intaba waa lagu weydiisan karaa. Waasalu allaha alle, waxaan weydiistaa aljanna, jannada ayaan weydiistaa. Waacuudu, waan ka magan galaa, bihi alle, min annaari, naartana alle ayaan kaga magan galaa markaan faatixada maarata ricad walba ku akhriyo. Wa innii, anigu buu yidhi, haddaan ahay wiilkaa yar, laa adri, garan maayo, maa dandanatuka, dandanadaada, yacni markaad ataxiyaadka akhriyaysaan iyo markaad sujuudsantiin, markaad kucusatiin, yacnihi ducooyinka faraha badan leh ee dulum 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 ilaa hoos baa loo akhriyaaya, maa adri, garan maayo buu yidhi. Wa innii, anigu laa adri, garan maayo, maa dandanatuka, dulum dulumtaada, yacnihi inaa wax akhriyaysaan waan fahamsanay laakiin maqli maayo, garan maayo. Wa dandanatu mucaad, mucaad ibnu jabal markuu na tukinayo rukuucdii iyo sujuuddii iyo wax akhriyayay iyo maaragtay ataxiyaadka ka gadaal dandanadiisana waxba ka garan maayo. Faqaal rasuulku wuxuu ku yihi sallallahu alayhi wasallam, innii, aniga iyo mucaad, aniga iyo mucaadba, xawla haatayni, labadan umuuroodeed alla weydiisatay, jannadu alla ku siiyo iyo naartoo alla uu kaa fogeeyo, labadaa umuurood, xawla haatayni, labadaa hareerahooda ayaanu maaragtay wanaxwadaa, innii, aniga iyo mucaadun, xawla haatayni, waxaanu ahaanay labadaa hareerahoodun baanu ku sugannay, naartana allaanu ka magan gelaynaa, jannadana waanu weydiisanaynaa, aw naxwa daa, taasun baanu ku sugannahay. Qaala, wuxuu yidhi rasuulku sal salam, qaala, wuxuu yidhi saxaabiga xadiiska warinaya, faqaala alfataa, wiilkii yaraabaa wuxuu yidhi, faqaala alfataa, wiilkii baa wuxuu yidhi, walaakin, walaakin lagu noqoye, sayaclamu, wuu ogaan doonaa, mucaadu mucaad, walaakin sayaclamu, wuu ogaan doonaa, mucaad ibnu jabal wuxuu ogaan doonaa, idaa qadima, markay yimaadaan, alqowmu, dadkii gaaladii inala diriiraysay markay yimaadaan qoomkii, haye, waqad khubiruu, waxay u warameen, waqad khubiruu, waxay u warameen, anna alcaduwa, cadowgiina, qad ataw, inay yimaadeen ba oo jihaad la gelaayo. Qaala, wuxuu yidhi marka saxaabiga xadiiska warinaya, faqadimuu, qoomkii gaaladii baa timi, lala jihaadayo, fastashhada, wuu shahiiday, alfataa, wiilkii yaraa wuu shahiiday. Faqaala rasuulkii baa wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, bacda dalika, arrintaa markii la ogaaday ee wiilkii inuu shahiiday, baa rasuulku wuxuu ku yidhi bacda dalika limucaad, maa facala, muxuu sameeyey, khasmii, ninkii ila doodayo dhallinyaradaha, iyo khasbuk, khasmigaagi, kii aniga iyo adigaba inala doodayay, muxuu sameeyey buu ku yidhi rasuulku. Qaala, wuxuu yidhi mucaad, yaa rasuullah, rasuulkii ilaahayow, sadaqa allaahu, ilaahay baa run sheegay, muumin buu ahaa, nifaaqii aan ku sheegayna baadil buu ahaa, wa kadabtu, ana waan ku beentay, been baan sheegay, istushhida, waa la marakacay inuu shahiiday baa lay sheegayo,
وإلهي درتي وشهيدي. ابن خزيمة حديث كوري في صحيحه والبيهقي بسند جيد وكوري، وموضع شاهد منه وعند أبي داود أي كسر أيها صحيح أبي داود، وأصل القصة في صحيحين قصتنا بخاري ومسلم بكسر أنت، والزيادة مرتي أولى زيادة كوانا لمسلم بكسر أنت في الرواية، والثانية لأحمد بكسر أنت، والثالثة والرابعة للبخاري بكسر أنت رواية كلهم كان شاف. وفي الباب وحكسر عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين نبي يقول لبرك عدود بأخريه لم يقرأكم آخرين فيهما الله ودارك عدود إلا بفاتحة الكتاب كتاب كفاتحة يسمو يعني مالك حديث كان معاد من جبل ويلك وتكدي نبي يقول له وكيل محاد أخر داي فاتحة دا قرآن أخر يقول جنة دا نوان ويدستال نارتنا وكما هنقلا رواية دا ابن عباسنا نبي يقول له لبرك عدود تكدي وفاتحة دا قرآن وكو أخري أيام ابن عباسنا كسوغن وإمام أحمد وصوصاري وحارس ابن أبي أسامة في مسنده وخصوص عري من زوايد البيهقي إنك صوت رواية دم بيهقي سنة كده ضعيف هي، وكنت حسنته في الطبعات السابقة رواية دم بيهقي كي هوري وان تحسيني، ثم تبين لي وحي عداتي أني كنت ومرت واهما إنا وهمي أي عداتي، لأن مداره حديث كان أن تحسيني مركي هوري وحكو ريقيا على حندلة الدوس إن الله يلاهضو وهو ضعيف ولا أدري قرمايا كيف خفي علي هذا سيدار انتها سيئة قرصونتي نيك الله يلا هذا حنطلة الدوسي وضعيف لا يقانو مشهورة أيان قرم ويبول ولعلي ظننت هو حنوم لي غيره إنانو مارتي نيك الله حنطلة الدوسي لا يلاهضو وكي ضعيف كاهين بالغي أبابولي أنا نقاطي مركنا حديثك التحسيني وعلى كل حال سيد انتهو النقطة فالحمد لله الذي هداني وحا مهاتسان إلهي وهنوني لمعرفة خطأي قفكيجي ولذلك بادرت واندقدقي إلى الضرب عليه في الكتاب إن أن أرنتها عدايو أو كتاب كدب وقرأ ثم عوضني الله إلهي نقوح حديث كهراء ضعيف كه أن شاهدك وريمي إلهي وحو عود يقبدلي ثم عوضني الله خيرا منه حديث كه ضعيف كه متك خير بدنه وحديث معاذ هذا كان فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس رواد ان عباس دروغ ده كلا دون قصارته وكو جيرو حنظله الدوسي اينو نبي يقول لبرك عدود بلا فاتحه قرو اخري وتكدي رواد ان معاد ساحين كي سنن كي كتبته معاجب تي مزانده با كسغن بو الهي يغو بدلي والحمد لله الهي با مهدسن الذي بنعمته تي نعمه الهي نعمديس اي تتم مارتي كو دمهسترنت مارتي تتم صالحات بنعمته الهي نعمديس تتم اي كو مارتي أي كل ما يسترن تي أصالحات وعمل صالحة وياي مركب حديث كم حين فقه هذا الني قفكو حتى هدي وسورة الفاتحة أو قرة صلاة أم واجب هالنقطة أما السنة هالنقطة هدو كتو كدين ككافين يسوع لكن قراءة هذا كذا ما يسفة تحدو إن السنة هاي يعني واجب هين مرت فقه هذا وياي كقاتين حاسس بكده لشدين الجهر إن للجهره صلاة قاركود يوال إصراره إن لا سرايستو في صلوات الخمس صلاةها شنتا يو غيرها كو صلاةها كلبا مركي لا دونو لا سرايستو مركي دونو لا لجهرو كو لا لجهر ايي كو لا سرايسن ايو ايي كو قفكو خيار بليهي جهري كو ان قار لا غار لا لجهر وا سنه ان قار غار لا لا مارتي لا سرايستان وا سنه قار لا لجهر جيرين لا سرايسن كرو او مارتي واحد با ان الهي قار جهري سونانا إن الله سريسن كرو قال الله سريسن تجرينا إن يعني سر الله قادي كرو إن أنا دي بكوجرين الجهر جي يو يس إمارة الله وضبا مدور به هديها الكيد اللود داينا سنة دي الوافقي هدي كلا سلا داني حبنا نقولينين بل سجود سهم الله يمانينين وكان وحى الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر من الجهرة بالقراءة قراءة في صلاة الصبح صلاة الصبح نبي فاتح هذا يسورة كذا بيسبا سرى أيوه قادي شريدت كوي دقيسن شرين رضوان الله عليهم صحابة وفي رقعتين وحكلوا للجهر شرين لبضا رقع دوت الأوليين ايه هر هر ايه من المغرب سلاة دا مغرب لبضا رقع دي هر مغربنا فاتحة دي قرآن كتب يبا ولا للجهر كرب الله قادا والعشاء سلاة دا عشاءين لبضا رقع دوت ايه هر ايه سقر هذا سر الله قادا ويسروا لسريسن جري بها يعني قراءة دي ويسروا لسريسن جري بها قراءة يصيح وسأي آخر جري في الظهر صلاة الظهر أفر ترك عضوضبا يو العصر صلاة عصر أفر تدرك عضوضبا يو الثالثة ركعة صدحات
ee min almaqrib salaada maqrib salaada ragcada u dambaysana uu la siraysan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam walukhrayni labada ragcadood ee dambe ee min alcishaa salaada cishaaye labada ragcadood ee dambe cishaayna nabigu uu la siraysan jiray sallallahu alayhi wasallam xadiiskana waxa wariyay arrintana waa ijmaac cala haada ijmaacu lmuslimiin maratay binaqli khalfi can salaf naqal maratay khalafkii baa ka soo reeyey ijmaac ah salafkii macala axaadiis saxiixa almutadaahira calaa dalika kama qaala nawowiyu soo sororay wasayaati bacduhaa irwaagaana arrintaa ku takhrijay wuli 345 wa kaanuu waxa ahayn saxaabadu yacrifuuna waxay ku garan jireen qiraa'atahu qiraa'ada nebiga inuu nebigu qur-aan akhriyayo waxay ku garan jireen fiimaa wixii yusiru la siraysanaya bihi shaygaba bidraab lixyatihi nebiga gadhkiisa isgaraaci jiray oo nebigu markuu qur-aan akhriyayo gadhka nebigoo dhaqdhaqaaqaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan raxiim marka yacnii isagoo hoos u dhigaya arka balfiiri markaan nugumka qiraa'ada hoos u dhigo gadhkaygu dhaqdhaqaaqaya marka nebigu uu kasii jeedaa marka gadhkiisaasoo dhaqdhaqaaqaya labada yacnii gadhka yacnii qaybta hoose daanka hoose iyo daanka sare iyo gadhkiisaoo maratay dhaqdhaqaaqaya bay arki jireen markuu nebigu inuu wax akhriyayo dabalfiiri qofku buu arkaya aan kaba sii jeede inaan wax akhriyayo oo garkaygu dhaqdhaqaaqayo saas bay ku garan jireen wa kaanu waxay ahaayeen yacrifuuna qaar ku garta qiraa'atahu qiraa'ada nebiga fiimaa wixii yusiru uu siraysanayo bihi isaga kaa uu siraysanayo hoosoo akhriyayo biduraabi lixyatihi garhkiisa maaratay noqnoqonaya ee isgaraacaya dibnaha hoose iyo dibnaha sare ee markuu akhriyayo sidaa leh ayay maaratay ku garan jireen uu isgaraacayo wa biismaacihi maqashiinta uu maqashin jiray saxaabada ridwan allahi calayhim iyaahum saxaabada uu maqashin jiray al aayata aayad axyaan mararka qaarkood oo isagoo faatixadii ama qur-aankii akhriyaya oo hoos u akhriyaya ayuu mararka qaarkood aayad buu maqashin jiray matalan camo akhriyaya muxuu marka odhanaya aayad camo ka mid ah ayuu marka sare ugu qaadaya alladii hum fiihi mukhtalifuun oo kale odhanaya marka saxaabadu inuu cama akhriyayay bay garanayaan marka mararka qaarkoodna nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam wa kaana yajharu maratay wa biismaacihi maqashiintiisii nebigu uu maqashiin jiray iyahum saxaabada al aayata aayad axyaanan mararka qaarkood marka haddii aayad iyadoo salaadii la qarsanayo haddii aayad sare loo qaaday haddii suuraddoo dhan sare loo qaadana wax dhiba keeni mayso wax dhiba keeni mayso ilaa nebigiibaaba aayad ka mida maqashiiyey qur-aankii uu akhriyayay haddii meeshii jahriga ahayd uu nebigu hoos u dhigana dhib keeni mayso sunnadii unbuu ka tegey lanna qiraa'ada dambo dhan baaba sunno ah waynagii aragnay in faatixada qura uu ku gaabsan jiray mararka qaarkood sida maratay xadiiskii mucaad ee wiilkii fatihii maratay ansaar uu nebigu sugay riwaayadda ibnu cabaas daciif aha noqotay ee nebigu sheegaysa inuu labada rikcadood dambe oo aanu qur-aan akhriyin wa kaana nebigu wuxuu ahaa yajharu mid la jahra bihaa salaadii aydan mararka qaarkood fii salaadi aljumca salaada jumcana nebigu la jahri jiray sala allahu alayi wasalam lanna salaada jumca ee labada ragcadoodba qiraa'ada iyo faatixada labadaba waa lala jahraa saraa loo qaadaa walciideyni labada ciidoodna uu la jahri jiray waaye ila jumcadu waa maalin labada ciidoodna waa maalin walciideyni walistisqaay salaadaha uu roobdalbayana nebigu qiraa'ada sare u qaadi jiray walkusuufi dayax madoobaadka iyo cadceed madoobaadka inta badan dayax madoobaadku maalintii ma dhaco laakiin habeenkiibuu dhacaa marka kusuufka maxaa loo jeedaa haddii maalintii cadceed madoobaad dhaco iyadana uu la jahri jiray nebigu waayo salaadaha duhur iyo casar duhur iyo casar ee nebigu uu qarsan jiray oo hoos buu dhigi jiray marka ciidihii oo kale iyadoo maalina jumcadii oo kale iyadoo maalina salaadii roobdoonta iyadoo maalina salaadii cadceed madoobaadka iyadoo maalina buu haddana qiraa'ada kor u qaadi jiray marka ila asalka waxay salaadaha maalintii in hoos loo wada dhigo laakiin salaadahan sunnooyinka ah ee maaratay labada ciidood haddii la dhaha waa sunne ama waa fardulkifaaya ama la dhahdo waa fardulcayn saddexdaba waa la yidhiye iyo kuwa roobdoonta iyo kuwa cadceeda iyadoo maalin dhacda ayuu haddana nebigu sare u qaadi jiray qiraa'ada imaamu bukhaari iyo muslim baa soo saaray aljahru aljahru buu nebigu yidhi macnaha ciwaanka
in lala jahago iyo wal israaru in qiraa'adii hoos loo dhigaa fil qiraa'ati fi salaati leyli, salaatu leylka ayay labaduba ku sugan yihiin. Oo dad salaatu leyl tukanaysa dad ay kula hurdaan, de inaad hoos u dhigtaa waa fiican. Haddaad keligaa tukanaysana inaad codka sare u qaadato si aad qur-aanka ugu raaxaysato oo naftaada aad u maqashisad qur-aanka ku luuqayso ayaa fiican. Aljahlu sare loo qaado iyo wal israaru hoos loo dhigo fil qiraa'ati qiraa'adi fi salaati leyli, salaatu leylki. Waama fi salaati leyli buu rasuulku yidhi, yacni sheekhu, waama fi salaati leyli, salaadii habeenkii miya? Fa kaana nebigu wuxuu ahaa taaratan mararka qaarkood yusiru hoos buu dhigi jiray oo salaatu leylkii oo dhan qiraa'ada hoos buu dhigi jiray, wa taaratan mararka qaarkoodna yajharu kor buu qaadi jiray qiraa'adiisa. Oo kaana wuxuu ahaa rasuulku sal alla slame idaa qaraa hadduu akhriyo wahuwa fi lbeyti isagoo gurigiisa jooga, hadduu qiraa'adii salaatu leylka uu tukado yasmacu wuu maqashiin jiray, yusmicu wuu maqashiin jiray, yusmicu dheh wuu maqashiin jiray qiraa'atahu qiraa'adiisa, man buu maqashiin jiray fi lxujrati qolka ku jirta oo qura. Hadduu qolkiisa ku tukanaya salaatu leyl cidda guriga kula jirta oo qura buu qiraa'ada maqashiin jiray rasuulku sal allahu calayhi wasalam. Xadiiskana waxaa soo saray abu daawud iyo tirmidi fi shamaail bisanadin xasan. Walxujratu huna maa yutakhadu maaratay xujratu lilbeyti cinda maaratay cinda albaabihi mithlu lxarimi lilbeyti, xujrada asalkeeda waxaa la yidhahdaa qolka dambe la seexda mooyaane kan hore ee bersadda aynu naqaano ama sitrumka aynu naqaano ee dhinaca dabadda soo xiga albaabka dabadda ayaa xujra ay yidhahdaan, ayay xujra yidhahdaan mithlu xarimi lilbeyt. Walxadiisu yacni annahu sal sala kaana yatawasadu, nebigu wuxuu dhexdhexaysan jiray bayna aljahri inuu sare u qaado iyo wal israari, ila guriga oo qura cidda ku jirto maqashiinaya, ma rabo in reeraha ku xiga ama dadka dabadda jooga inay maqlaan, isagoo ikhlaaskiisa ilaashanaya isla markaana dadka aan rabin inuu dhibo. Ilay salaadu inuu ku jira waa sunne, dadka hurdaana mararka qaarkood haday tacbaansan yihiin ama salaad subax doonaya inay u kacaan, hurdadoodu waa hurdo waajiba oo ilaahay ku adoonsado caafimaadkooda iyo maxaan ku dhaha ku xidhan jiritaankooda. Marka maadaama uu salaad sunne tukanayo, qof walibana goortu doono sunnada u kaco hoos buu dhigi jiray marka laga reebo dadka gurigiisa jooga oo ehelkiisa, oo hadduu rabo maaratay doonaya inay qiraa'ada dhigeystaan ama ay kacaan boy salaada la tukadaan, marka wuu maqashiin jiray yacni qolkiisa gudiisa. Wabidalika arrinkaas ayaa amara uu amray nebigu sal allahu alayi wasalame. Nebigu wuxuu amray arrintaa abaabakar, abaabakar buu amray, wabidalika arrinkaas buu amar amray nebigu abaabakar, abaabakar iyo cumar, cumarba radi allahu canhu ilahi raalliha kaade. Wadalika arrinkaasina wuxuu dhacay xiinamaa waqtigii kharaja uu soo baxay leylatan habeen rasuulku, faidaa huwa waaba isagiyo biabibakarin, abibakar buu nebigu kusoo baxay, faidaa huwa faidaa huwa waaba isagiyo biabibakarin, abibakar ayuu kusoo baxay radi allahu canhu ilahi raalliha kaade abibakare, oo yusallii tukanaya buu rasuulku kusoo baxay, oo yakhfidu hoos u dhigaya min sawtihi codkiisa. Nebiga abubakar oo salaatu leylkii tukanaya hoos u dhigaya codkiisa buu soo maray. Oo mar haddana rasuulku uu soo maray bicumara, cumar buu soo maray ibnu khataab radi allahu canhu ilahi raalliha kaade, wahuwa yusallii isagoo tukanaya ayuu soo maray raafican oo kor yeelay sawtahu codkiisa buu haddana rasuulku soo maray sal allahu alayi wasalam. Falamajtamacaa abubakar iyo cumar markay ku kulmeen cinda nebiyi nebiga agtiisa sal allahu alayi wasalam, baa qaala nebigu wuxuu ku yidhi, yaa abaabakar, abaabakarow, marartu waan ku soo maray bika adiga, waanta adiga ayaan ku soo marayo tusallii tukanaya oo takhfidu maaratay hoos u dhigaya min sawtika codkaaga, adigoo codkaaga hoos u dhigaya salaatu leylkii baan xalay ku soo maray. Qaala wuxuu yidhi, abuubakar baa ugu jawaabay radi allahu canhu, qaala wuxuu yidhi, qad asmactu, waan maqashiiyey buu yidhi rasuulki ilaahiyow, man ciddii naajaytu, ciddaan la faqaayey qiraa'adeeda waan maqashiiyey, yaa rasuulullah rasuulki ilaahi, macnaha ilaahay waa maqla, ilaahiyii abuuray qiraa'adeeda wuu maqlaayey, ila isagaan la faqaayey, saas buu yidhi waan maqashiiyey. Wa qaala licumar, rasuulku wuxuu ku yidhi sal allahu alayi wasalam licumar radi allahu canhu, cumar wuxuu ku yidhi, marartu waan ku soo maray bika adiga, waanta adigoo tusallii tukanaya oo raafican kor u qaaday sawtaka, sawtkaaga. Faqaala wuxuu ku yidhi cumarna, yaa rasuulullah rasuulki ilaahiyow, uuqidu, waxaan doonayaa in kor ugu qaaday, uuqidu inaan toosiyo alwasnaana kuwa hurda, yacni wasnaan kaas baan doonayay buu yidhi. Waa kow.
واياي وادرد وحن دونا يينا اريو قراده كو اريو الشيطان الشيطان كو هردنا وحن دونا يينا قراده اذا مغلاني كعان ودا عاد الهي كفايديستان وادرد الشيطان قراده اذا نينا الشيطان كاريو اللي مركو القران كمغلو ايو وحا الهي وعيد كيس الشيطان كو بقيا وادرد الشيطان ان الشيطان كيس كديريو ايان سرو قاد قراده. فقال النبي نبي با كولي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ابا بكر او ارفع سروقات من صوتك صوتك هذا شيء محير يعني قرادة تسري سنة يسو إن ير سروقات سين نفت هذا أي قرر حيث تو وكو اللي يقف مركو يعني هي مارت كل قينا أي شيء وهي وشعلانة يعني وشعلانة يعني القرآن كوال قول لقيا وال قول هسا يعني وحر إنك من ماها قف من لم يتقن بالقرآن قف كان قرآن كو هسين أما كل قينا إنك من ماها تقني مرك القرآن كين المرت اللي يقول له قيو سيدا هي سولات كبر الله يقول له قيو مرك الجيل الله وضو عريق الله وضو حمالين تبربري يو بوساسي يو حمر يو مرك مرت رجيان مرت براكيب تدن حول مرت هي سولات بيقادن أم حنكر هذا معان اسمه جانيا قفكو أنت بدن مرك هو هس محنكر هذا مرت وقالو يعني وانا حيابها مباحة بيكمت هسه كون موسيقى لو قلت ما يو الرجع يدبر كيس يقول يرد ي حمانة يو مرتي فلتيا هي شريعة الإسلام كانوا وقلين لكن هس هولاد كيو إن قرآن ك لو جه هس يو إن جيل الله هس يو إن أرجع الله هس يو إن شقاد لو جه هس يو إن دتكو أي حكمة كو بران بران يو إن محمد ولو قلي إن جوي قال مرتي لو جه هس يو تقنجو وحياة وحياة قف نفطي تعشوي معناها عدك إلى هاي بحيو قف قف وكعد في عن يهي وحويان مارتي وانو عارض ككمي ده وادو في عن نبي الله داود وحلسيه مزامير مارتي قال داود بالسيه نبي الله سليماني قاد بو نبي وصحابة قرآن كعد كمارتي معان لي ووش على وإذا كر كي رجع مارتي قراءات كحزري إيو علماء دي إن صومرتي عبد باسد إيو سدد كي وش عليهن مارك النبي وح كيدي أبو بكر وبو يلي محنك ريا أبو بكر ارفع من صوتك صوتك هذا سروق الشيء وحير. وقال لعمر عمر روح كل رسولك اخفض هو صدق من صوتك صوتك هذا شيئا من صوتك صوتك هذا شيء وحير هو صدق يعني دتك مرت عدك عاد ودراي ما دام يسلا تليل تاي دتك ساني كو غديباتونين نفت هذا ما قشي قرادنا كل راحيسو هوس دتك او غدي اللي وهبيني دتك سلاد ادي دونان قاربا هردو عافيمات رادينيا او حنونسانيا قاربا يعني تايم ير هيستا او يعني هردد ومارته وحي كمت وحيابها عافمادها إنه واجبة إنه نساحنه أدنى سلاة النابات كجبتها مركا داد يقو هردو باهن ساد مارته قل لباتينين سايير بول وكان وحى رسول صلى الله عليه وسلم يقول مدي له هذا الجاهر ننك سروق هذا بالقرآن قرآنك كالجاهري واسدين نن سروق هذا بالصدقة صدقه لأن مركا صدقه هذا اللغو ترتمى يو قفكو ينو كرو بحيابها في عن مثلا حول على الدنيا اللي بحيو العق بدن بلا الدنيا نيم بلا العق بدن بحي سدد كوكو ديدو يعني والقران كي سر الله قاد كدي انت والمصر نينك سريسن اي بالقران القران كو سو دغيانا وا كم كالمصر وان سريسن اي او هو سو دغيا بصدقه صدقه مركه قار كود نا waxay ku fiican tahay inaad hoos dhigto oo marka qaar kood inaan laba ogaanba inaad sadaqo la baxday bay ku fiican tahay laan inaad cid markaas kuu dayatood hoggaaminayso laga faa'iideysan maayo إن إلا بتصمر تمي إلا شوكته إذا كود دين سنة مشرتو إن أنت هرر أسكا يكتب صدقة يخاف كي هوست وقديبتو با في عن مركا سي خلاص كو مركا وفي عن يعني مرنا واحد في عن جمع بالي للعقل اللي قبحيه دت كينو مركا كود إذا بات دون سه من صنع سنة حسنة إن تسرب بحسابه في عن مركا كل بام يش إذا اللي شوكه لوضو أنا والله أقبل يا إلهي هي حديث كان واحد صوص عري أبو داود يا حاكم وأنا سيحي حاكم إما ودها منه وكوافقي ويقول الشيخ ما كان يقرأه ما وحي بينه لكنك قلنا كان وما يقرأه مد وأخريه يقرأ وأخريه كا وأخريه رسولك صلى الله عليه وسلم في الصلوات رسولك صلواتك محوك وأخرجري محوك قراءة أخرجري فاتح ذي ونك صورنا فاتح ذا كذا محوك أخرجري وأما ميا ما كان وحي يقرأ وأخرجري هو كا وأخريه رسولك صلى الله عليه وسلم في صلواته صلاته وأخريه ومن الصور سورة ذي هي يولا آيات آياتك رسولك وأخرجري قراءة وكو أخرجري وحكم ذها فإن ذلك كاس
فإن ذلك كاو رسول كو أخرج جرى آيات يا سورة كاي يختلف ومرتي وكلا دونا باختلاف صلوات الخمسة كلا دونا شها صلاة شن تادرادود بوا قراءتنا كلا دونيد هي وغيرها صلاة الله شن كاوحي كدون القراءات كلا أو صلاة شن تهينا رسول كو أخرج جرى أو صلاة الجمعة يو عيدين كي صلاة هي كصوف كعد مدوبات كيو كويدا يحمدوبات كيو صلاة هي ربضون تيو حصلا أيو أخرج جرى وهاك قادبوا لهضبة أي وهاك أي وخد قادو هاك خد قادو تفصيل ذلك أرنتاس بل إنه ومارت عدينا إنه كرسار إنه قادو مبتدئين إنه وكبلا بينا ويدي شيخ مبتدئين إنه وكبلا بينا بالصلاة صلاة الأولى كواد من الخمس صلاة عشان تاهي إنه واجب كاتا كواد إنه وكبلا بينا تيبا صلاة كواد صلاة عشان تاهي وكوي يا وهرية صلاة الفجر وهرية صلاة الصباح أي صلاة كبلا بينا صبح والبي صلاة صبحين تكنا وحنا إنه كل ما يستر صلاة العشاء صلاة الفجر كان رسول كوحا صلى الله عليه وسلم يقرأ متكو آخرية فيها صلاة الصبح بده هذا بالدوال المفصل صورة لها مفصل كنادير حالا بان صور شغيو مفصل كنادير وصورة الحجرات إلا صورة العمى انت ودا حيسا والدوال المفصل صور كمفصل كنادير وي واكو روادنا إمام باوريي يو أحمد باوريي مركز الدوال المفصل شيخ وحدي أيسو وحيري وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في ركعة الأولى أو كلا اللي وحي كم تاي ما يوان بودي وان بودي كان رسول كوحا يقرأ من أخرية فيها بالدوال المفصل بأخر جري دوال كوح وقجي ده أي في سبع مرتي في سبع الأخير من القرآن ها واحد هي يدو أي السبع الأخير سبع أودا بهي أي من القرآن القرآن كسبع أودا بهي القرآن ك أي اللوجة ده مرتي مفصل ككود عدير وحوجه الرئيو كصوب على الشيخ وسو قاف والله بقول على الله سحبوا لي سو مركا علماء قاروح إليهن صور كمفصل كاي واحد كبل أمان صورة القاف علماء قاروح هي كمان صورة الحجرات مركا الباني وحليه وأوله قاف وهي مفصل كو على الله سحب كما تقدم وسو الشيخ وقابو لكن أي ماذا كلام بدن كود واحد كمان صورة الحجرات واكو أو فكان أحيانا وحى رسولكو يقرأ مدى أخرية اللي هو مفصل كده على رأي الواقع صورة الواقع خنجر رسولك والنحوها يدي وحي لمدى أو من الصور صورينك في ركعتين لبدا ركعة ضوض